نصمم الجسم المتحرك هنا أم؟ إذا شفنا بأن في الحركة المنحنية كنفضلو ندرسوها باش في أساس فريني. إذا الآن إذا عطانا كان المتحرك هنا هذا غيكون هو الأصل ديال الأساس فريني. إذا غتكون عندو مركبة منظمية هي هذه، مركبة مماسية هي هذه. إذا هذا هو المحور المماس وهذا هو المنظم. إذا المتجهات الواحدية على حسب منحى الحركة، إذا كان هذا هو منحى الحركة، إذا المتجهة هذه غتكون موجهة بالمتجه الواحدية إي، وهذا تكون موجهة بالمتجه الواحدية إن. هذا هو أساس فريني، ولا قلنا كنستعملوه هو الأفضل في الدراسة ديال الحركات المنحنية. الآن نمشيو لمتجهات السرعة، نرجعو معايا عند قوانين نيوتن فاش عطيتكم مميزات متجهات السرعة. شوفو ذكروني بهم يلا. إذا الأصل فين كاين؟ حسن جدا، هو موضع المتحرك. مزيان. الاتجاه مماس المسار، برافو عليك. زيد المنحى، منحى الحركة، والمنظم هو قيمة السرعة. إذا نحاولو نطبقو هنا، إذا فاش يكون المتحرك هنا، الأصل فين غيكون هنا. الاتجاه مماس المسار، يعني غيكون فوق هاد الخط اللي دار هنا متقطع، فوق هاد. المنحى نفس منحى الحركة، إذا غتكون هنا. إذا هادي هي الفان. إذا الفان تابعة للمتجهة الواحدية إي. إذا في أساس فريني يكتب تعبير متجهات السرعة اللحظية فان كالتالي. إذا المتجهة فان لما تبع المتجهة الواحدية إي، وشنو الإحداثي ديالها؟ يعني الإحداثي باش كنبغيو نديرو القول الإحداثي، شنو كنديرو؟ كناخدو المتجهة ونديرو إسقاط هذاك المحور. إذا درنا إسقاط المتجهة فان هذا المحور هذا، كتلاحظو بأن فان توازية مع هذا المحور وعندها نفس المنحة ديالو، إذا الإسقاط غيكون هو المنظم. إذا فان تكتب على هذا الشكل، فان متجهة فان تساوي المنظم فان مضروب في إي. إذا هذا هو التعبير ديال متجهات السرعة في أساس فريني. الآن نشوفو متجهات التسارع. ثالثا متجهات التسارع. إذا متجهات التسارع هنا في أساس فريني شفناها، إذا نعلم أن V ولا A كتكتب على الشكل A T مضروبة في U زائد A M مضروبة فاش متجهة واحدة M، مع إذا شفنا بأن A T راه هي مشقة ديال منظمة السرعة، و A M شنو هي؟ هي V مربع على الشعاع الانحناء في الحالة هذه هو R. إذا هنا بما أن الحركة المنتظمة يعني V كتساوي كونستانت، فإن A T كتساوي صفر، ومنه إذا A كتكتب ما تبقاش هذه، غتولي هي A M مضروبة في M. إذا متجهة التسارع غتكون تابعة لهذا المحور هذا، إذا A غتكون هاك. باش كتلاحظوا بأنها مركزية يعني ماشية للمركز، وانجذابية يعني ماشية بجهة المركز، كتنجذب بجهة المركز. كنقولوا بأن A انجذابية مركزية، إذا A انجذابية مركزية. إذا هادو هما المتجهات ديال السرعة والتسارع في أساس فريني، واللي غنعتمدوه في الدراسة ديال الحركات الدائرية المنتظمة. دابا غادي نشوفو شروط الحصول على حركة دائرية منتظمة. إذا شفنا الخصائص الحركة الدائرية المنتظمة، لا حنا إلا بغينا نحصلو على حركة دائرية منتظمة، شنو هي الشروط اللي خصنا نوفروها؟ هذه هي الفقرة اللي عندنا دابا. إذا ثالثة صغيرة شروط، ولا رابعة صغيرة، رابعة شروط الحصول على حركة دائرية منتظمة. إذا في الحركة الدائرية المنتظمة عندنا متجهات التسارع كي دايرة هي انجذابية مركزية. إذا غنحاول نطبقو القانون التالي ديالنا، لأنه هو اللي كيربط القوى اللي غنطبقهم أنا باش نحصل على الحركة الدائرية المنتظمة، والشرط اللي خصو يتحقق. إذا ندوزو للقانون الثاني لنيوتن. إذا حسب القانون الثاني لنيوتن شنو عندنا؟ مجموع القوى، إذا داك القوى اللي خص يكون الجسم خاضع لها، مجموع القوى الخارجية اللي خص الجسم يكون خاضع لها، كتساوي لنا إم في أجي. وشنو متجه التسارع أجي؟ كيف كاين هنا؟ انجذابية مركزية. و بما أنه بالنسبة للحركة الدائرية
المنتظمة لدينا ا كتساوي لنا ان مضروبة المنتجة الواحد هي ال، اي ا الجذابية مركزية، فإن إذا مجموع القوى هنا الخارجية خصو يكون كيساوي لنا ان مضروبة في ان. هادي كنسترجعو لنا جوج ديال الشروط خصو يتحققو. إذا أول حاجة بأن مجموع القوى الخارجية اللي مطبقة على الجسم خصو يكون تابع للمنتجة الواحدية ان، يعني داك القوى كلهم فاش هاديك خص المجموع ديالهم، يعني فاش تجمعو داك المنتجة اللي تحصلو عليها خصها تكون تابعة للمنتجة ان، متوازية معاها، يعني ماشية في نفس المنحة ديالها. هذا الشرط الأول. إذا الشرط واحد شنو خصو يكون؟ هاد مجموع القوى هادي خصو يكون تابع للمنتجة الواحدية ان، يجب ان يكون مجموع القوى الخارجية المطبقة على الجسم تابع ان، يعني اش كنقولو جذابي مركزي، ان جذابي مركزي يعني يكون عبارة عن متجهة اللي جات فوق الشعاع وماشية المنحة ديالها نحو المركز. هذا الشرط الأول. بس الشرط الثاني شنو هو؟ المنظم الآن، غندوز المنظم. إذا المنظم هذا مجموع القوى، إذا المنظم كنديرو هكا شنو غيكون كيساوي؟ يكون كيساوي المنظم أ أن، و أ أن شفناها بأن هي هادي هي الفيو كاري على أر، إذا كتساوي لنا الفيو كاري، إذا هنا راهي نسيس أن، هنا راهي نسيس أن، لأن هادي أ كتساوي لنا أن في أن صحيحة، ولكن هنا مجموع القوى كيساوي لنا أن في أر جي. إذا أن فاش نبغي نعوض أر جي بهذا التعبير خصني ما ننساش هنا الكتلة أن، إذا هنا راه عندي أم وهنا راه عندي أم اللي في القانون تاع نيوتن. إذا أم في الفيو كاري على أر كيساوي لنا المنظم ديال مجموع القوى الخارجية مطبقة على الجسم. إذا مجموع القوى الخارجية مطبقة على الجسم خص يكون المنظم ديالها أم الفيو كيساوي هاد القيمة هادي. إذا إلا بغيتي تحصل على حركة دائرية منتظمة خص داك القوى اللي غاتطبقها على الجسم تحقق هاد جوج شروط. أول حاجة هو أن المجموع ديالهم، يعني المتجهة اللي كتمثل المجموع ديال داك القوى كلهم، تجي فوق هاد، تجي مطبقة مع الشعاع والمنحة ديالها نحو المركز، يعني كنقولو جذابية مركزية. والشرط الثاني هو أن المنظم ديال داك القوى يكون كيساوي لنا الكتلة ديال الجسم مربع الصورة ديالو على الشعاع أر. هذه هي الشروط اللي خص تحققها إلا بغيتي تحصل على حركة دائرية منتظمة. وغادي نشوفو وقتاش غادي نحتاجو على هذه. وصلنا للفقرة الثالثة من الدرس، واللي هي الآن الحركة المدارية للكواكب. بما أن هذه الحركة المدارية ما بين الكواكب اللي كديرها الكواكب كتحسب كتحكمها قوة التجاذب الكوني المطبقة ما بين الكواكب والشمس، أول حاجة غنذكر بها هو قانون نيوتن للتجاذب الكوني. إذا أولا قانون نيوتن للتجاذب الكوني، هذا شفتوه في الجدران والشرار بكل بساطة. كيقول قال لك أنا عندي جوج أجسام أ و ب، بحيث أن الأول الكتلة ديالو هي إم أ، الثاني الكتلة ديالو هي إم ب. فإن هاد الأجسام بجوج كل واحد فيهم كيطبق على الآخر قوة التجاذب، بجوجهم كيطبقوا كل واحد فيهم كيطبق على الآخر قوة التجاذب. السبب ديالها هي الكتلة ديالهم، وهاد القوة اللي كيطبقوها هذيك عندها مميزات غادي نذكرها. إذا نبداو بقانون نيوتن للتجاذب الكوني. إذا يحدث بين جسمين أ و ب، جسمين نقطيين، يحدث بين جسمين نقطيين أ و ب كتلتاهما إم أ و إم ب، وتفصل بينهما المسافة د، المسافة أ ب بحال بحال، تفصل بينهما المسافة د، خليها هكا. تجاذب كنحسب لهم تجاذب كوني قوتاه اف دو ا على ب، يعني القوة اللي كتبقى جسم ا على جسم ب، و اف دو ب على ا القوة اللي كتبقى جسم ب على جسم ا، بحيث اف دو ا على ب